لو ذكي بعاقل قد تنجح في كسب المال، قد تنجح في تسنب منصب رفيع، لكنك إن لم تعرف الله لست فالحا. والعلماء فرقوا بين الفلاح والنجاح، النجاح جزئي والفلاح شمولي. أولئك هم المفلحون، يعني عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم. والحقيقة أن الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن العقول تصل إليه ولا تحيط به. فإذا عرفنا الله من خلال خلقه، وهذا هذه المعرفة هي التفكر في خلق السماوات والأرض، وهو أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله. وكأن هذه العبادة مغيبة الآن، يعني نسأل عن الأحكام وننسى الواحد الديان، نسأل عن الأمر وننسى الآمر. فإذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر.